من جديد أهلا بكم مشاهدينا. اختتمت أمس فعاليات مهرجان حكاية مسك والذي نظمته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية من أجل تشجيع الإبداع والابتكار. إذن مشاهدينا، يعد هذا المهرجان فرصة لالتقاء مجموعة من التجارب الإبداعية، إذ جمع بين المشاركين الأفراد والمشاريع الريادية مع توفير ورش عمل يومية، وكذلك منصات يتحدثون فيها شباب عن تجاربهم. كاميرا التاسعة كانت هناك برفقة الزميل محمد المشاري. القيم والثقافة والترفيه تحت سقف واحد في منتدى لتحفيز الشباب على طرح أفكارهم والتعبير عنها. مسك الخيرية وحكاياها في كل عام في إطار أربعة أقسام إبداعية تكسب المهارات والخبرات واستثمارها بفرص عمل للشباب. أنت من خلال بعض التطبيقات وبعض المعدات والأدوات تنتج أفلام وتقارير ويوميات حتى للمشاهير بشكل احترافي. هذه تجربة أعتقد أنها مرة مهمة وتستحق الاهتمام حتى تكون بشكل كبير وتنتشر بين الناس اللي مهم قادرين أنهم يعني يحصلون على كاميرات احترافية أو حتى معدات مهمة أو كبيرة في الإنتاج الإعلامي. الأنيميشن حلو أنه اللي له شغف في الإخراج، في الإنتاج، في التصوير، انه ينمون هذه الاشياء فيهم للصغار والكبار، كل الفئات العمريه. وفي الرسم مره حلو. نحتاج زياده معارض بالشكل هذا عشان يزيد الوعي عندك في المجتمع، وفي نفس الوقت في ناس يهمهم الانتاج، في ناس يهمهم الرسم، في ناس يهمهم الكتابه، كل الاشياء هذه موجوده في مكان واحد. منصات شبابيه نوعيه لمبة لدعم هواة الرسم بعرض أعمال الفنانين وبيعها وتوفير المواد الأساسية لتطوير المواهب. احنا نعرض جميع الأدوات الفنية للفنانين بشتى مجالاتهم، بالإضافة إلى أننا نحن المتجر السعودي الوحيد المختص في توفير الأدوات المكياج السينمائي، إضافة إلى أننا عندنا قرطاسية فنية متنوعة جدا. عندنا أكثر من 25 ألف فنان في المنصة حاليا، والمستهلكين نستهدف منهم الأفراد والشركات والحكومات، بحيث أننا نوصل الفنانين اللي ما قدروا يوصلون فنهم للشركات. حاليا زي ما تشوف أن السعودية فيها تنامي كبير في الفنادق، نستهدف ندخل على قطاع الفنادق نبيع لهم الاعمال الفنيه السعوديه بحيث نقدر نوصلها، كذلك نعمل على عرض الاعمال السعوديه في الخارج، فقبل شهرين كنا في اسبانيا، عملنا عده عقود لنعرض بعض اعمال الفنانين السعوديين في اسبانيا. قيم للتعليم والتدريب والتثقيف مصاغه بقوالب ترفيهيه لتنميه المجالات الابداعيه وتقديم الموروث الثقافي السعودي بتقنيه تتوافق مع العصر الحديث. محمد المشاري، NBC الرياض.